مشاهدينا، لمناقشة آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ تيسير سليمان، المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بكم أستاذ تيسير إلى استوديو الرافدين. بداية، حماس أعلنت عن مقتل المتهم بالتفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. كيف سينعكس هذا الأمر على الأزمة بين فتح وحماس حول عملية الاغتيال؟ تمام، بالبداية أخي تحية لك ولقناتك الكريم على هذا الإطلالة على هذا الموضوع. أهلا بكم. حقيقة أخي، يعني ربما هناك أمر مستغرب منه، وهو ما تقوم به السلطة برئاسة الرئيس أبو مازن بالإقدام بتوجيه التهمات دون الانتظار لإبراز تحقيق حيثيات ما كان أو ما حدث أثناء مرور وفد رئيس الوزراء في قطاع غزة. نعم. الموضوع المستغرب هو أن الرئيس الفلسطيني يمر بمرحلة تخبط قوي جدا، وهي مرحلة عدم اعتراف الكثير من الدول ومن الشعب الفلسطيني ومن القوى العظمى بشخصه أو بمركزه، وهذا ما دفعه دائما إلى توجيه الاتهامات إلى الجميع. الأمر الآخر هو أمر مركزي، أن الرئيس أبو مازن بخطابه بالأمم المتحدة، وكرر ذلك في خطابه قبل أيام في المركزي، أنه أكد أنه سوف يستمر بزيادة العقوبات على قطاع غزة، مع أنه والعالم كله يتكلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تزيد العقوبة على الفلسطينيين. لذلك لابد من وقوف هنا، ووقوف بشكل واضح، أن على الرئيس أبو مازن قبل أن يواجه التهمات أن ينتظر لجان التحقيق، وهي اللجان نفسها هي نفسها الجهات التي يريد أن يقوم بالمصالحة معها. نعم، لماذا برأيك هذا التفجير بهذا الوقت؟ يعني إسماعيل هنية قال بأن التفجير بعبوة صغيرة لا تقتل أحدا، وبنفس الوقت في هذا التوقيت له أبعاد سياسية. ما الأبعاد السياسية التي ستبنى على هذه العملية؟ تمام أخي، كما أنا أعيب على الرئيس أبو مازن وعلى حركة فتح ومن يدور في منوالهم كيف أنهم تعجلوا في إصدار النتائج، نحن لا أريد أن أقع أنا وغيرنا من الذين يشاركون بالتحليل السياسي بهذا الموضوع. يجب أن ننتظر، يجب أن نسمع شهادات من تم اعتقالهم والتحقيق مهم، ويجب أن نخرج، لكن دعنا نرى الصورة بشكل أوسع. لسنوات طويلة الرئيس أبو مازن كثر أعدائه، وربما جزء رئيسي من أعدائه ممن كانوا حلفاء معه لسنوات طويلة. والأمر الآخر وهو محاولة إحراج حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إحداث أفعال هنا واغتيال الشهيد مازن هنا، ووضع عبوات هنا، وأحيانا تهريب مخدرات هنا، وأحيانا أخرى افتعال مشاكل مع الحدود المصرية. لذلك علينا أن ننتظر التحقيق حتى نكون منهجيين ونكون عادلين، نسمع النتائج ونسمع بها. هلا تفصيل آخر هو تفصيل للحادث نفسها. أخي الكريم، يعني نحن كمن يعمل في الإعلام ويعمل في السياسة، أثناء سنوات مرورنا في لبنان مثلا ذهبنا ورأينا المكان الذي أقتل فيه الرئيس رفيق الحريري. المنطقة كأنها صابها زلزال، وهذا باغتيال رئيس وزراء، فكيف إذا تكلمنا بالموضوع بالمقابل؟ يعني هناك من يقول، مراقبون يقولون بأنها هي عملية تسقيط لحماس من أجل فرض بعض الشروط على حماس من أجل عملية المصالحة أو التسليم، كما قال الرئيس الفلسطيني، تسليم جميع ما في قطاع غزة لحكومة الوفاق. تمام أخي، إذا تكلمنا بنظرية من يتكلم أن هناك مؤامرة على حركة حماس وعلى الأمن في غزة له مبرراته، فإذا علمنا من المتضرر الأكبر، المتضرر الأكبر هو حركة حماس وتهديدات الرئيس أبو مازن كأنها جاهزة لتفرغ. الموضوع الآخر، حجم التفجير مع عدد السيارات، كان من المعروف انه يعني ربما يكون يجب ان يكون دولة عظمى لتستطيع ان تصطاد رئيس الوزراء بهذا الشكل. نعم الاستاذ، التجربة التي يجب ان نتكلم بها. نعم، وصلت الفكرة. هذا جزء من المفهوم العام. نعم، وصلت الفكرة الاستاذ تيسير سليمان، المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت.